دايما في كل واحد في حياتنا في كده ناس بتلاقيهم ان هم مصطنعين، ناس تحس ان هم فيك. فانا بقى جاي النهارده في الفيديو ده عشان اقول لك ازاي تعرف الناس الفيك دي او ازاي تعرف الناس المصطنعين. يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مره تشوفني انا كلامي عارف بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشنال سبيكر، وعندي قناه ثانيه جدا للجيمنج هتعجبك جدا جدا. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. مفيش حد كده تقريبا ما عداش على الشخصيات دي اللي هي الشخصيات المصطنعه. لازم تلاقي في حياتك اتنين او ثلاثه من صحابك او اتنين او ثلاثه في عموما هتشوفهم في حياتك هتلاقيهم مصطنعين، هتحس ان هو فيك. فانت عشان ما تقعش في الخدعه بتاعتهم او تصدقهم او تصدق الحوارات بتاعتهم او تصدق الفيك بتاعهم، فانا جاي النهارده كده اقول لك كده على شويه حاجات كده. لو لقيتهم في الاشخاص دي معنى كده ان الشخص ده مصطنع او الشخص ده فيك. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه وده موحده عند الناس كلها اللي هي الفيك، بتتكلم على نفسها على طول، بتتكلم على نفسها دايما. انا واحد من الناس بتكلم على نفسي دايما عشان واثق في نفسي، واثق في اللي انا بقدمه، واثق في الحاجه اللي انا بعملها، فلازم اتكلم على نفسي. وده مش حاجه وحشه، دي حاجه حلوه جدا ان انت اصلا تتكلم على نفسك وتفخم في نفسك لو انت فعلا جدا، او لو انت فعلا محترم الحاجه اللي انت بتعملها، او انت فاهم دايما حاجه استثنائيه فانت لازم تتكلم على نفسك كتير. لكن الشخص المصطنع ده او الشخص الفيك بتلاقيه دايما بيتكلم على نفسه بس مش باين عليه اي حاجه خالص. يقول لك انا بقيت بطل العالم في كذا وهو مش باين عليه اي حاجه خالص، ولا هو كسبان، ولا هو اصلا بتاع بطولات ولا اي حاجه. فتلاقيه دايما هو بيفخم في نفسه ويتكلم على نفسه، وفي نفس الوقت هو بيفخم ويتكلم على نفسه بس بكلام مش منطقي، كلام ما تصدقش اصلا. تاني حاجه ودي مرتبطه باول حاجه، بيحور كتير جدا، دايما يفخم لك في نفسه بطريقه غير طبيعيه. يقول لك انا اعرف الممثل كذا، انا كنت امبارح كنت قاعد اصلا مع احمد السقا، احمد السقا اصلا كان عايز اصلا مني 100 جنيه اصلا وانا اديت له 1000 جنيه اول امبارح. تحس ان هو بيحور في كلامه كده وكلامه مش مظبوط، تحس ان في حاجه غلط، في تركيبه غلط قدامك، تحس انت مش مستريح وهو بيكلمك. انت عارف بيبان كده عليه كده ان انت ده محوراتي. طب ده اتعامل معاه ازاي في حكايه التحوير دي؟ يعني هاوده. انا من نوع من الناس كده، انا ككريم لو اي حد مثلا بيحاول عليا بحاول اهاوده وبعيشه في الدور جدا، واللي هو انت عاش كده. تالت حاجه، انت بتحس هو بيتكلم ان هو شخص فيك اصلا، يعني سيبك بقى ان هو بقى مصطنع والكلام ده، انت اصلا بتحس ان هو انت فيك، تحس ان هو فاضي من جوه، بيحاول يملى الفضا ده بحاجات هو ما عملهاش او كان نفسه يعملها. بتحس ان هو مريض في نفسه كده، اللي هو بيحكي لك الحاجات اللي هو نفسه يعملها او بيحكي لك الحاجات اللي هو ما عملهاش او ما عرفش يعملها بس يفخم لك في نفسه، تحس ان هو فاضي من جوه. وده بيبان مع اول تركايه وانت بتكلمه، لو انت فتحت مثلا معاه حوار بتفتح معاه كلام تحس ان هو ما عندوش اي جديد خالص وهو بيكلمك. اذا كان كلمت او ما اتكلمتوش انت كده كده اصلا مش هتستفاد اي حاجه منه عشان هو فاضي من جوه، عشان هو فيك، عشان هو مصطنع. رابع حاجه ودي انا اتكلمت عليها، بيحور عليك بمعارفه. دايما دايما تلاقيه يقول لك انا كنت قاعد اصلا، انا لسه اصلا سايب اصلا احمد السقا عشان اجي اقعد معاك يا اسطى، يا اسطى انا سايب اصلا روبي اساسا، لسه سايبها اصلا، روبي اصلا كانت نفسها تتجوزني بس انا جيت عرفتك انت عشان انت احلى من روبي. فتلاقيه دايما ان هو في حاجه مش منطقيه، يعني في حاجه ما ينفعش تتصدق. خامس حاجه برده انها بيقول لك قصص ما تتصدقش، انا اخدت بطوله فلانيه في الدوله الفلانيه وهو اصلا ما خرجش اصلا من الشارع بتاعه، انا اشتريت حاجه ب 100000 دولار وهو اصلا ما معهوش اصلا مثلا غير 100 جنيه في جيبه اصلا. بتلاقيه ان هو بيقول لك قصص اصلا ما تتصدقش. طب احنا عرفنا الناس المصطنعه وعرفنا الناس الفيك، نتعامل معهم ازاي بقى؟ اول حاجه ابعد عنه، الشخص ده مش مناسبك في حياتك. الشخص ده اصلا اذا كان انت بقى بنت بقى وانت مرتبطه بشخص فيك، او انت ولد ومرتبط ببنت فيك، او انت اصلا صاحبك فيك عموما، او انت صاحبتك فيك عموما، ملهاش لازمه انك تصاحبيها اصلا. هتوجعي نفسك على فاضي وهتفضل تفخم لك في نفسها وقد ايه هي جامده جدا وانتوا كلكم مالكمش لازمه وقد ايه هي بتعلمكم مش عارف ايه، وهو اصلا الموضوع فيك قوي. فانت ليه تصاحب حد فيك؟ انت ليه تبقى مصاحب؟ هتقول لي انا بحب هودهم والكلام ده، ليه اصلا تجيب لنفسك وجع الدماغ؟ انت عارف ان هو فيك وعارف ان هو بيحول، ليه اساسا تصاحب؟ فانت اقطع علاقتك بيه وخلاص. وفي ناس كتيره جدا تتمنى ليه تبقى مصاحباك او تتمنى ليه اصلا تكلمك، فانت ليه تسد الخانه دي بواحد فيك؟ تاني حاجه، لو انت لقيت كده خلاص ان ده فيك وتاكدت خلاص ان ده شخص فيك ومصطنع، ما تقولوش وشك انت فيك ومصطنع، حاول تستمتع بالحوار شويه، يعني حاول تضحك شويه، فانت جري في الحوار، تقول له اه فعلا وايه اللي حصل بعد كده؟ اه فعلا انا فعلا شفتك فعلا امبارح مع السقا، جري في الحوار عشان تضحك اكتر، لازم تستمتع بالشخص ده، الشخص ده بيبقى جوهره، انت لو جالك الشخص ده انت لازم تستمتع بيه اكبر استمتاع ولا تضحك بيه اكبر ضحك، فانت لازم تضحك بيه، يعني ايه مصدر ضحك بالنسبه لك فانت ليه تضيعه؟ تالت حاجه بقى، عيش مع الدور، زي ما قلت لكم كده اللي هو يا اسطى انا امبارح كنت مع احمد السقا، انت تقول له اه يا اسطى انا شفتك اصلا، مش انت اللي كنت ماشي تقريبا معاه؟
انت اللي كنت قاعد جنبه في العربيه اللي كنت لابس اسود صح، وكنت لابس ساعه لونها نبيتي صح مش انت؟ غريب بقى في الحوار يا باشا ليه عشان تفضل بقى تضحك اكتر؟ ما بص هو مصدر ضحك مصدر سعاده للكون فاهمني، فانت لازم ما ينفعش تقطع علاقتك بيه كده على طول، لازم تستمتع بيه الاول. اخر حاجه بقى يعني دي للناس فعلا المصطنعه وفعلا نتكلم بجد، دي بتبقى ناس مريضه ما تفهمش ليه. يعني مثلا هو مثلا كان نفسه مثلا يعمل حاجه مثلا في حياته بس ما عرفش يعملها، كان نفسه مثلا يحقق مثلا حلم في حياته بس ما عرفش يحققه، الناس مثلا حاسس مثلا الناس كلها احسن منه، هو مش عارف يبقى احسن من الناس او مش عارف حتى يبقى احسن حتى قصاد نفسه، هو بتحس ان في حاجه غلط، فده بيبقى مرض. مش بقولك ان انت تعذره او مش بقولك اي حاجه، هو غلطان وقدام الناس كلها هو غلطان، ما ينفعش يكذب، ما ينفعش اصلا يبقى فيك، ما ينفعش يبقى مصطنع، لازم يكون نفسه. ده بتبقى قله ثقه بالنفس اصلا، ما ينفعش تكون انت اصلا. لو انت فعلا عندك الصفه دي ما ينفعش تكون انت عندك قله ثقه بنفسك، حتى لو ما عملتش حاجه واو جامده جدا او عملت مثلا الحلم اللي انت كان عندك، انت لازم تقتنع ان انت مهم، مش لازم تبقى فيك، مش لازم تقلد حد، مش لازم تاخد شخصيه حد، مش لازم تبقى فيك، مش لازم تبقى مصطنع، خليك نفسك وهتلاقي اللي يحبك او هتلاقي اللي صاحبك وانت على عيبك، وتلاقي صاحبك وانت على نفسك مش وانت فيك. انا عارف حلقه صغيره كده بس يعني دسمه جدا جدا في الحوار بقى وازاي تعرف الناس الفيك في حياتك، واكيد الحلقه دي هتنفعكوا جدا وهتستفادوا منها جدا. طبعا ما تنساش طبعا تعملوا لنا سبسكرايب للحاجات اللي هتصير هنا دي جدا عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. ودوس يا كوتش، سلام عليكم.